خمس أسباب خلوك تحب تشتغل في مجال البرمجة في ألمانيا. أول سبب، المرتبات بتاعت البرمجة في ألمانيا تعتبر من أعلى المرتبات اللي موجودة في أوروبا. تاني سبب، أكتر شغلانة مطلوبة في ألمانيا ويعتبر الشغل بيجيلك لحد عندك، ما بتحتاجش إنك تدور عليه لو أنت عندك المهارات المناسبة لسوق العمل. تالت سبب، في شغل كتير باللغة الإنجليزية، مش تحتاج تتعلم ألماني مقارنة بباقي الشغلانات اللي موجودة في ألمانيا. رابع سبب، من الشغلانات القليلة اللي موجودة في ألمانيا اللي أنت مش بتحتاج ليها شهادة جامعية عشان تقدر تشتغل فيها. يعني لو أنت معاك كورسات أو أنت معاك مهارة معينة متعلمها في مجال البرمجة وشاطر فيها، فأنت تقدر تشتغل من غير شهادة. خامس سبب، وده حاجة موجودة في كل الدنيا في مجال البرمجة، وهي أنك أنت تقدر تشتغل من البيت أو في أي مكان ومش متكتف في مكان الشركة.